عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد في قناتي. اليوم بغيت نقدم معكم ولا نقدم لكم وصفة اللي هي وصفة الشاورما المنزلية. لهذه الوصفة كنحتاجو كيف ما كتشوفوا في الصورة الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطع بهذه الطريقة، يعني شرائح رقاق وطوال. كذلك كنحتاج بصلة مشلضة مزيان رقيقة، كنحتاج هنا المعلقة ديال مركز الطماطم وقشور ديال الحامض مقطعين صغار، واللي بغى يقدر يزيد تقشور ديال الليمون حتى هما يقطعوا بنفس الطريقه. كذلك كنحتاجوا الواحد يعني تقريبا هنايا راني ما غنستعملش هذه العلبه كلها ديال ياغورت مسوس، غنستعمل فقط كاس عنبه تقريبا ديال ياغورت مسوس. حنا راه عندنا بداك الشكل الملحه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعطريه كنحتاج شويه ديال القرفه، شويه ديال الابزار، وكنحتاج هنا الباودر ديال الثومه، ثومه باودر تحميره، والعطريه ديال الشاورما اللي راها كاينه تمشي عند العطار كتاخذها وحامضه هنايا يعني عاديه. غنحتاج العصير ديال الحامض. اول حاجه غنبدا بها وهي انني غنشدك الحامض، يعني اما نعصرها في العصاره اما نقدر نديرها غير بهذا الشكل، يعني نعصر الحامض مزيان، وفي اللغة العربية الليمون مزيان على الدجاج ديالنا، على صدر ديال الدجاج. غندير من بعد ديك القشور ديال الحامض اللي هنا، راه عندي الحامض مصير، حامض مصير يعني واحد قشور شوية ديال الحامض مصير شديته قطعت بالقشور ديالو بكلشي. العطرية ضفتها كلها اللي ذكرت سابقا كيف ما كتشوفوا تقريبا بزار، ضفت معلقة صغيرة، معلقة صغيرة عامرة ديال الثومة باودر، شوية ديال القرفة تاني تقريبا ربع معلقة صغيرة، الشاورما العطية ديال الشاورما درت معلقة كبيرة عامرة، والتحميرة درت تقريبا معلقة صغيرة عامرة كذلك. هاد العطرية هي اللي استعملت. غنضيف الملحة، غنضيف الملحة شوية، وعاد باش من موراها نضيف داك كاس ديال الياغورت مسوس طبيعي ما كتشوفوها الملحه. الملحه بيان سو كتبقى عينك ميزانك وصافي. الياغورت ديالنا المسوس ها هو ضفته، يعني دابا غنضيف داك البصله اللي مشلضاها مزيان يعني رقيقه، تقريبا بصله صغيره ماشي يعني ماشي بزاف. غنحاول انني خصني نخلط هاد العناصر باش يندمجوا مع بعض منهم. واللي قبل غنضيف داك معلقه ديال مركز طماطم اللي حتى هو كيعطي واحد النسمه، نضيفه وكيف ما قلت نخلط هذا الخليط كله باش يندمج وتندمج ديك العطريه مع بعضياتها. وكيف ما كتشوفوها هي بعد ما خلطتها، غنحاول انني نخليها من الاحسن ليله كامله او على الاقل واحد 3-4 سوايع. هذا مكان هنا من بعد ما دازت ديك 3 ولا 4 سوايع على الاقل، هنا كنشد مقله كندير فيها زيت العود، كنشد ديك صدر ديال الدجاج اللي مشرمل مزيان ديك العطريه ديالنا كنحطو وكنتسناه. دابا غنشوفو الطريقه ديال التحضير، يعني هاد الشاورما كنحتاجو ليها كرنيشو. هنا كنستخدم واحد دو صوص اللي هما صلصه الياغورت وصلصه ديال الطراطور، راني حطيتهم ديجا في فيديو سابق، كنخلي لكم في صندوق الوصف اللينك ديال هذا الفيديو. كذلك كنحتاج لهنا الطماطم اللي مقطعه بهذا الشكل، كنحتاجو الخس مقطع حتى هو، وبيان سيغ ديك الحشوه ديالنا ولا ديك الدجاج ديالنا اللي شحرناه وشرملناه من قبل. هنا العيش تقدروا تشريوه جاهز كيف ما عندي انا دابا هنا، وكاين اللي كيفضل انه يصيبوه في الدار. ناخذو كيف ما كتشوفوا يعني وحده. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنديروا هذيك الصلصه ديال الطراطور، صراحه هي اللي ضروري يعني من الاحسن انها تدار في الاول، هي اول طبقه في اول طبقه. يعني كنديرها بهذا الشكل، راه الشكل اللي باين في الفيديو. من بعد منها يعني كنضيف الحشوه ديالي يعني الدجاج ديالي هنا. يعني هاد الصلصه ديال الياغورت تقدر ديرها كالتحت، تقدر ما ديرهاش يعني على حسابك. المهم كنضيف داك الدجاج ديالي،
المهم كيف ما قلت هذه القضيه ديال الخس ولا الطماطم ولا اللي تسبق الاول، يعني هو من الاحسن يتسبق الخس هو الاول وعاد باش دار الطماطم والكرنيشو يعني الخيار مخلل. المهم هنا كيبقى على حسابكم نتوما، المهم هو هي ديك الصلصه ديال الطراطور تكون لتحت كيف ما كتشوفوا هكا كندير. دابا ندوزوا للطريقه ديال اللف ديال هاد الشاورما، ما نديروش هكا، خصنا نجيو من الجنب بعدا نطويو الجناب عاد باش نبداو نلويو وحنا كنزيرو بطبيعه الحال. طريقة راه واضحه في الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوني وانا غنعاودها معكم مره اخرى باش تشوفوا. صافي كنديوها الاله ديال الباني ديالنا كنشعلوا عليها ونخليوها يعني توجد، وانا غنوريكم مره اخرى عاوتاني تشوفوا معايا الطريقه. هذا كيكون هذا هو الشكل ديال الشاورما المنزليه ديالنا، فعلا كتجي بنينه. نتمنى تجربوها ونتمنى تخليو لي في التعاليق الا جربتوها تقولوا لي كيفاش جاتكم. وشكرا لكم بزاف على التعاون على الدعم ديالكم وعلى الشكر ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين. الى اللقاء ودمتم متالقين اعزائي.